هو موعد دوري بين الباعة والحرفاء في الأسواق اليومية، حيث يبحث التجار عن تسويق منتجاتهم وإبراز التخفيضات في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما رحب به عدد من المواطنين. رخصت شوية، رخصت الطماطم والواحد وكل هاي، كما الطماطم كانت ب 18 ب 16 هاي وليت ب 13. يا سيام رخصت على قبل، تو مدة شهر كانت الطماطم ب 2500، تو الطماطم هاي ب 12% وب 13%. قرنيت كان ب 38، اليوم 26، التريليا ب 12 دينار، منها اليوم هاي ثم ب 10، ثم ب 8، ثم كذا. أسوام مناسبة الحق، الأسوام رخصت بالكده بالكده، هاك تراس كالو ب 14000 حاطين عليه، الدجاج 7490، السردينة زادت ب 3000، تريليا ب 5000، الغزال ب 6000، شفريت ب 10000، كالامار ب 6000، ثم كالامار الأبيض هذاك اللي هو مفقود يوصل حتى ل 30000، 12000، حاجة باهية باهية، معناها الزوال ينجم يتنوش كي يهبط لهنا بقفة ينجم يتنوش حوت. حتى التريليا ب 8000 كانت ب 16000 8000، العباد ما عندهاش، تعدى يقول لك اعطيني نسايفر طل، وهي راه كانت ب 16 معناتها 8000 بلاش فلوس، ما عندهاش العباد. في المقابل فإن عددا آخر من المواطنين يرى أن الأسعار ثابتة ومرتفعة ولا وجود لأي تخفيضات. هي معناها الأسوام هي، ما فماش حاجة برشا غالية، الدنيا يسر يسر يسر. الأسعار معناتها نشوفوا فيها في الإعلام أنها معناتها مش تنخفض تنخفض، كل يوم نجيها ونقعد ندور نشوف نلقى ما ثم حتى شيء، معناتها الأسعار ما زالت هي. الغلال راهي طايرة طيران ياسر، راهو حتى الغلال والخضر معناتها كل مرة تتفاجأ. فما ناس ما تقدرش، أنا راجلي يمد لي 10000 يلزمني نطنوش به، ناخذ بها الخضرة من أخوش لا دجاج لا لحم. فما واحد ينجم يعبي قفة توا، كل يوم نسمع تخفيضات تخفيضات، تمشي للسوق تلقى الأمور هي بيت. القطة معدنوس ب 700 و 800، الزوال ياكل يعمل الشكشوكة ويعمل العجة ما عادش خلط عليه. وتعود مسألة الأسعار لتطرح موضوع المقدرة الشرائية للتونسي، خصوصا في ظل ضعف إقبال تشهده الأسواق اليومية، ما جعل المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقدم جملة من الحلول في هذا الخصوص. إعادة هيكلة فاتورة الماء والضوء، اعتماد الوصفة الطبية العلمية على الوصفة الطبية التجارية، ما هوش معقول زادة الكلفة الكبيرة اللي نعانيو فيها في الدويات، مع التخلي الكلي على هامش الربح الخلفي اللي توظف فيه المساحات الكبرى على المنتوجات، تحديد أعلى سقف لهامش الربح في هيكلة الأسعار عند الإنتاج وفي وبالتفصيل. تبقى أسعار المواد الاستهلاكية الشاغل الرئيسي للمواطن التونسي الذي يشتكي ارتفاع الأسعار، خاصة مع تعدد المستلزمات الحياتية.